أكيد هنتكلم كتير على المباراة فنيا يعني بس خلينا نروح في الأول لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة نتعرف منه على آخر الأجواء قبل مغادرة اللعيبة لفندق إقامة لملعب المباراة مباشرة تفضل يا فاروق رحب بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان جوله جديده من جولات الدوري المصري والمباراه المؤجله من الجوله الرابعه والعشرين كابتن ايمن لقاء اللي هيجمع ما بين الاهلي وفريق فيوتشر في, في تمام الساعه الثامنة والنصف على استاد القاهره الدولي واحده من المحطات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو استعاده درع الدوري هي محطه من ثلاث محطات متبقيين للنادي الاهلي من اجل حسم درع الدوري والبطوله الغايبه عن النادي الاهلي في الموسمين الماضيين بعد تحقيق النادي الاهلي للانتصار الاخير على فريق البنك الاهلي بدون راحه وانت عارف طبعا يعني فتره الاعياد الجميع استانف في تدريباته طبعا كل سنه وحضرتك طيب وكل مشاهدينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان طبعا يا كابتن ايمن خلال فتره الاعياد انت عارف يعني لا وقت للراحه بالنسبه للعيب النادي الاهلي الفريق استانف تدريباته بعد مباراه البنك الاهلي مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين نتكلم على اهميه الثلاث مباريات القادمين ويعني تقدر تتكلم من النادي الاهلي بيقسم كل مباراة لوحدها ولكن خلينا نتكلم على الثلاث مباريات اتكلم عليهم مستر مارسل كولر لأول مرة يعني اتكلم إن الثلاث مباريات ناخدهم في مرحلة واحدة هي مباراة فيوتشر في ثم مباراة الإسماعيلي ثم مباراة الاتحاد السكندري اللي بمشيئة الله إن شاء الله تكون مباراة التتويج بإذن الله للنادي الأهلي بدرع الدوري يعني الدرع الغائب عن النادي الأهلي يعود من جديد إلى أحضان الجزيرة هذا الموسم مستر مارسيل كولر اتكلم في المحاضرة مع اللاعبين على كافة الأمور وكافة التفاصيل واتكلم على الخصم من الفريق فريق فيوتشر خاصة ان هو واحد من الفرق اللي تعادل مع النادي الاهلي في مباراة الدور الاول والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق وحذر من سيناريو لقاء الدور الاول النادي الاهلي كان تقدم بهدف في الدقائق الاولى ثم تعادل فريق فيوتشر في الدقائق الاخيرة ما بين تقدم النادي الاهلي وتعادل فريق فيوتشر اهدر النادي الاهلي كم كبير جدا من الفرص خاصة ان فريق فيوتشر في هذه المباراة يعني تقدر تقول لعب 10 لاعبين منذ الشوط الاول والنادي الاهلي ما قدرش يستغل هذا النقص العددي شدد هذا مستر باسل كولر على هذا الامر وعرض للاعبين بعض يعني الاخطاء او الفرص اللي اهدرها الفريق في لقاء الدور الاول اكد طبعا على وجود جهاز فني كابتن علي ماهر خصم يعني بيقود الفريق فيوتشر وعامل بيهم نتائج ممتازه اللي يهمه ايضا ان في هذه المباراه انه يهرب بالمركز الثالث خاصه انه في اخر خمس مواجهات خاضهم فريق فيوتشر لم يستطيع تحقيق الفوز سوى في لقاء وحيد على فريق امبي لذلك يعني المستر مارسيل كولر بيضع في الحسبان صعوبه هذه المواجهه يعني استعدادهم ما اختلفش كتير عن المباريات الماضيه اللي لم يكن التركيز بيزيد خلال مباراة بعد الثانيه كل ما بتقترب من الحسم التركيز بيزيد عند الجهاز الفني عند اللاعبين الجميع عايز ينهي الدوري خلال هذه المواجهات القادمه اللي احنا لامسينه ايضا في وجوه يا كابتن ايمن تركيز شديد جدا من لعيبة النادي الاهلي يعني حاله السعاده الجميع لمسها من سعاده جمهور النادي الاهلي عندها حاله من السعادة من السعاده المنعكسه من وجود جمهور النادي الاهلي في المدرج حاله السعاده اللي عند الجمهور بتنعكس على اللاعبين في حاله رضا تام طيب خلال الفتره الماضيه مع سلسله النتائج المميزه اللي بياديها النادي الاهلي والارقام اللي بيحققها فريق النادي الاهلي هذا الموسم وان الجماهير بتربط هذا الجيل ان هو واحد من الاجيال التاريخيه في النادي الاهلي ده بيزي بيزيد الدوافع عند اللاعبين بيخلي التركيز اكتر عايز اكلمك ايضا على دور اوضه اللبس في هذا الامر وانك تخلق دوافع جديده للاعبين أتكلم بالتحديد على الكابتن محمد الشناوي ترام ربيعه والسوليه ومش عايز استثنى احد اللاعبين ودورهم المهم جدا ان الجميع كل اللاعبين ما حدش بينساق تماما للحديث عن اي امور بتصار على السوشيال ميديا خاصه بظروف الانتقالات او يعني التعاقدات كل اللعيبه في الفتره الحاليه مركزه في فتره حسم الدوري الجهاز الفني ما اي حديث تماما لكل الاخبار اللي بتصار على السوشيال ميديا خاصه بتعاقد لاعبين او رحيل اللاعبين الجميع مركز في هذه أل المرحله واوضه اللبس في النادي الاهلي ودورها المهم جدا قافلين على الفريق بشكل كويس جدا ده اللي احنا شايفينه ولامسينه فيه يعني اثناء تواجدنا مع الفريق سواء في الماتشات في المعسكرات وايضا الجميع لمسه على ارض الملعب اعتقد دي من الامور المهمه جدا خلال برضو الفتره الماضيه كابتن ايمن مستر مارسيل كولر كان عقد جلسه مع اندرياس اندويا مخطط احمال النادي الاهلي وده واحد من الجنود المهمه جدا كابتن ايمن اندرياس اندويا واحد من الجنود اللي قايم بدور كبير كبير جدا يعني اثناء تعقد النادي الاهلي مع مستر مارسيل كولر كان حريص ان هو يعمل طبعا قياسات بدنيه للاعبين في بدايه الموسم انت حاليا في فتره نهايه الموسم ما بين بدايه الموسم وبين نهايه الموسم شوف المدى التاثير البدني اللي عليه لعيب النادي الاهلي حضرتك واحد من كباتنا الكبار طبعا او اكيد يعني كباتنا الكبار معاك في الاستوديو التحليلي لامسين هذا الامر ودايما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجليها كويس في ارض الملعب عقد مستر مارسيل كولر جلسه مع اندرياس اندويا اتكلم طبعا على المرحله المرحله اللي احنا الحاليه اللي احنا فيها والمرحله القادمه وضروره الروتيشن اللي بيعمله طبعا ما بين اللاعبين وان اندرياس اندويا قايم بدور مهم جدا ومميز جدا جدا مع فريق النادي الاهلي ايضا طبعا الاجهزه اللي كان لمجلس مجلس اداره النادي الاهلي الجهاز الطبي وللاحمال اكيد ساعدت بشكل كبير جدا في الـ يعني الاستشفاء والامور اللي يعني بيطلبها مستر مارسيل كولر في الفتره الحاليه ودي من الامور اللي احنا احنا لمسنا من الناحيه البدنيه للنادي الاهلي كان مهم جدا يا كابتن ايمن ان انا اتكلم بالتحديد النهارده على اندرياس اندويا الواحد يعني الفرد اللي قايم بدور كبير جدا كلنا لمسين هذا الـ الـ الامر طاقه جمهور النادي الاهلي وحضرتك طبعا لمسين هذا الامر من اندرياس اندويا عايز اقول لك طبعا ان الفريق بيختتم تدريباته بالامس على ملعب مختار التيتش مستر مارسيل كولر انت عارف الفتره بتبقى صغيره ما بين المباراه والثانيه بتتكلم في 48 ساعه و72 ساعه فتره بتبقى بسيطه جدا بيبقى في جزء من الجوانب البدنيه مع اندرياس اندويا بيشتغل يعني بيشتغل هذا الامر بحرفيه واتقان شديد جدا نتمنى طبعا استمرار هذا الامر طبعا ومفيش اصابات عضليه في فريق النادي الاهلي الا في اضيق الحدود طبعا الجوانب الخططيه والكرات الثابته اللي بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر وبيأكد انها سلاح من الاسلحه المهمه جدا اللي النادي الاهلي لازم يقتنصها ويستغلها افرد ليها مساحه كبيره جدا سواء الكرات الثابته او التسديد من خارج منطقه الجزاء سواء يعني في المرام بالامس وعقد يعني وقف أكتر من مره اتكلم على التسديد من خارج منطقه الجزاء وده سلاح من الاسلحه المهمه جدا وقال ان يعني خلال الوقت الضيق اللي ما بين مباراه والثانيه بتشتغل في نطاق فني او الامور الجمل الخططيه بيبقى في اضيق الحدود لذلك سلاح الكرات الثابته والتسديد من خارج منطقه الجزاء بيبقى احد الاسلحه المهمه جدا اللي ضروري ان انت تستغلها في هذه المواجهات الصعبه اكد طبعا على ضروره احراز هدف مبكر يسهل اللقاء بعد ما يعني تسجل الهدف الاول ضروري ان انت انك تفكر في الهدف الثاني والثالث يعني ده قلق اللاعبين بلغه الكوره لما تكون الكوره مديالك ويعني المباراه مفتوحه بالنسبه لك لازم تستغل هذا الامر عايز اقول لك ان بعد يعني التدريب الاخير دخل الفريق في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه استعدادا الذي المواجهه طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن محمود البنا حكم الساحه يعاون احمد توفيق طلب ويوسف البساطي الحكم الرابع احمد حمدي اثنين على تقنيه الفار خالد جمال الغندور واحمد صلاح طبعا فريق النادي الاهلي يوم النهارده يا كابتن ايمن كان يوم الاعتيادي يعني تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره ثم فتره التدريبات الخفيفه في مقر اقامه الفريق النادي الاهلي وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الرابعه والنصف. ثم محاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر كانت في تمام الساعه السادسه ثم التحرك الى ملعب المباراه خلال لحظات هيكون التحرك طبعا الى ملعب المباراه واستاد القاهره الدولي كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه ومواجهه مهمه جدا محطه من ثلاث محطات لاعبي النادي الاهلي قادرين ان شاء الله النهارده ان هم ينهوا المحطه الاولى يتبقى مواجهه الاسماعيلي ومواجهه الاتحاد ثم نقول لحضرتك ونقول لكل جماهير النادي الاهلي مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي عوده درع إلى الجزيرة. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز كابتن أيمن شوقي